اليوم نتحدث عن ظاهرة تعرق الرجال والسيدات، هي ظاهرة الكرش وتجمع الدهون في مناطق البطن والأرداف. القصة تبدأ، ذكرنا سابقا في موضوع مقاومة الإنسولين، وسوف أذكركم به، سأضع الرابط إن شاء الله في صندوق الوصف لكي نتذكر سويا ماذا تحدثنا عن مقاومة الإنسولين. ولكن باختصار شديد، اتفقنا أن البنكرياس يفرز هرمون الإنسولين لكي يتحكم بهذا السكر، وهرمون الإنسولين يغذي الخلايا بعد ذلك بهذا السكر، ليس فقط خلايا الجسم المختلفة، ويخزن بعد ذلك في الكبد.